زاور عنده الأخ زاور. السلام عليكم زاور، يعطيكم الأكل الطيب إن شاء الله الحلال، الشاورما عندهم والرز والشربات كل هذه عندهم، بس مشكلته إنه يقفل الساعة 6:30 هذا خلاص هذه موجودين. فكويس في الدور الثالث لو جيتم على طول يجي في وجهكم، إن شاء الله تسوونه طيب، والكثير من الناس تطلع عليه واللي موجودين أكثرهم مسلمين وعرب. شوفهم أوكي. أيضا عندهم لا تنسون السلطات والفطور، حتى عندهم الشكشوكة والبيض والبيض المقلي، وعندهم الشاهي والعصاير طبعا. ف إن شاء الله إنه يكون كويس نظيف، يعني أشوف كثير يعني مر عليه. هذا السوق يجي كل العالم، بس اعرف وين تبي وين تروح وشوف شلون وضعك. انا انصح اول سوق تجي هذا السوق، لا تعدونه، شيء كبير يعني خذ وقتك مره. كراسي شلون ابغى انزل بس تحت، لانه انا طلعت دورين المفروض اني ما اطلع اكثر من هالدورين. شوف هذه الشهادات اللي تثبت انه حلال. شوف العالم جايين باطفالها، صعب صراحه تيجي، بس هذول جايب اطفالهم هنا، يعني رحله. بننزل الدور الثاني وبننزل تحت بعدها بالدور الارضي، بس هذا السوق الرئيسي اللي الكل يبحث عنه. اذا في اجانب كثير فهو متعود على جانب، وهذا اللي حتى انا سالت التركي قال هذا انسب اذا كان تجزئه سعر بيت، سعر يعني شراء المستلزمات البيت، يقول هذا هو اللي تبحث عنه. مسكن فينا هوتل، يا الله خلينا نشوف شيء هايل صراحه. ترى في غرفه صلاه، شفت هذه مكان للصلاه. اصلي في الفندق اذا رجعت. هذا طريقتهم ان شاء الله انها تكون واضحه. لو اني جاي الصباح اليوم هنا كان افضل من اني رحت اللوفر مرر، يلا لكن عسى في الامر خيره. اصوركم كميه الاشكال والناس، شوف بدأ يعني الاجانب هنا، هذه هي الاسعار تناسبهم. شوف طاولات، هذيك منها يمكن تقدر تختار الاشياء اللي تبيها. شوف كراسي المساج، طاولات، كراسي، الناس تشتغل الى 6:30 هم شغالين، بعده انسى. شوف اخره وكم عرضه هنا. شوف هذه يعني يا تختار اذا انت يعجبك. شوف زي هذه يعني How much is it, this one? What? How much is it? 18,800. 18,000. This one? Yes. Fabric. Oh. Yeah. Too expensive. Taguelas. Bugue. Have a Bugue? Quality. No. You sit. هذه 18,000. تعرف كم 18,000؟ يعني تقريبا 9-8. وايت هيفي، جود كواليتي. يا ايه ما ثقيله، ديفرنت، وي كان تشينج ذا كلر رايت. يس كارل، يو سي هذا اللي تبغاها يحطوا لك اياه، يصبوا لك اياه، وبعدين سو ماني ماني تاخذ وقتها يصدرونها لك المصانع. شوف هذا عنده العاب اطفال، شوف اسعاره. هذه طاولة اطفال وكذا، هاي أيضا عندك أطفال يعني ممكن تجي في البيت. أنا عندي زي هذه تقريبا، عندي زي هذه. شفتوا فندقي، هذا فندقي وهذا أنا موجود اللي إحنا فيه، فهو ممتاز لكم. بس مشكلته يبي لك تروح للجسر هذاك، تمر من عنده وتجي هنا، هي مشكلة يعني مرة واحدة صباح وغاد تراجع من هنا.
هذا اقرب اقرب جسر اي ما في الا هو. ما تقدر تقطع الشارع، ما تقدر تقطع الشارع، ولا انصحك اصلا تقطع الشارع. سألت عن هذه، طبعا هذا مصنع، هذا مصنع وسمى شركة، فأعطاني سعر 7800، المصنع يعطيك 7400 هو، سوري هو يعطيك 7800، is it 7800 right؟ Yes. For this one. 7800 no no this one it's not the same. Not the same. No 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 this one not there. There this one. I know. هذا يقول 7800 يعني بس بطلع لكم كم عندنا. يعني 4300 وشوي. Alright. أنا أسأل عن السرير هذا كم سعره؟ أنا 6300 3500 Is it with the mattress? With the mattress? No, this one. Only this? Yeah, only one bed. طبعا هذه مهوية فيها مرة غالي. Hi. Can you have a look? 1, 2, 3 pieces. Okay. How much is it? And I هذا يقول لي أرمانيا الحين. 3 pieces. This is Paris. 16800. Yeah. طبعا هو يبيع الاسم ويبيعك الماتيريال. يعني ما لحق 9000 ريال. ما لحق يبيع الثنتين بس يبيع لك. فيها شغل والله، الفينشينج حلو. أرماني. السوليوودا. ما شاء الله شوف يبيعون كلش. حتى جاهز تبي رولز رايز بنتلي؟ ولا واتس ذيس وان؟ كان. وكارتير وكله كله كله يبيعونه. يور هذا عندهم إيدة منوعة من الطاولات اللي تحب قلبك. ايضا هذول يبيعون طاولات. بعض المحلات تعرف انها مصانع يعني من عرضها وكذا تعرف انها مصانع، بعضها لا تعرف انها يعني تشوف في وسيطه بينه وبين المصنع يعني تقريبي، يعني مو بشرط كلام سيء بس هذا اللي متوقع يعني. كل هذول شوف هذول يبيعون لك السرير هذا كينج سايز ب 1600 يوان. اوكي 1600 يوان بس بدون طبعا الماترس، يعني 600 حدود 700 ريال هذا السرير بس والجلسات. سعرها ايضا هنا عندهم تشكيله من الديزاين، انت تختار اللون تختار الماتيريال قماش تختار الجلد. هاي سامحونا ننعم في الكلام عشان يعطونا تعامل كويس. المصنع عنده شوروم صدق. I need to know about the bed, only the bed. The what? Yeah, only like the bed. The bed, yeah. Only the bed is expensive. This is expensive. هذا 4500. Yeah. قطع. حدود 2000. جلد. أتوقع كل الجلد يعني زي كذا. Tell me about this one. The one? Yeah. Only the bed. Only the bed, yeah. Okay. The bed. Yes, the bed. كم البد؟ 2700 بد سرير بس. كان تغير. Size is 212. Size what's the size? 212. This one, this and this one. 212. This mattress is 1.8 and 2 meter. Yeah. 2700 لها يعني تقريبا اقسم على 1.8. فيه سنين كثير معناته انهم عندهم عملاء سنين كثير. نتكلم عن هذه عندها with this one wood or no this one. هذه 1 2 3
Can you tell me how much is it, this one? But not leather, I needed fabric. No leather. No leather. Okay. Or tell me, leather and fabric. How much is it, leather and how much is it fabric? Leather. No leather. Leather. 3. شوف الليذر 13800 MNB والقماش بس 9000. والله الليذر اجمل لكن اتوقع مو مريح، انا جربته غير مريح. ايضا هنا عندهم جلسات زي كذا. خيارات الفرش. اذا عايز تسوي. والله ممكن يعني تشوف وش الطاولات عندهم. هاي اوكي هذه المكاتب ايضا. هلو. كنبات. كل محل عنده تصميم الخاص. غير فيه اللي تقدر تغير فيه. فصل لك اللي تبغاه. وبعضهم اللي عنده تخصصات مختلفة يعني. مثلا بس الجلسات الخارجية ممكن يوفرها لك. ترى مهم الآن إنك لما تشتري تعرف كم فيها من CBM. CBM المتر المكعب واللي على ضوء حتحدد كم تحتاج كونتينر، من كونتينر، ثلاثة كونتينر، كونتينر هاي كيو، يعني هكذا. تعرف المصنع من اللي هو مصنع من اللوحات هذه، يعني واضح انهم مهتمين فيها. وبعضهم يكون عنده بعد صالة عرض غير هذه تلقى فوق، هذول تعرف انهم مصنع. كراسي مرسيدس بس انت تجلس عليها شكلها منظر ما تجلس. هذه احنا الحين الساعة كم؟ الساعة 5 من سبح الله احنا ندور ونتفرج ونوريكم الاسعار وبعدين نبي نمشي نريح خلاص قضينا. بس بجلس لين يقفلون، اذا قفلوا مشيت. يقول هذا يعني يبيع من المصنع على طول. شوف هذه كلها تكون جاهزة عندك يعني كمصنع، لكن على حسب طلب تصلح لك اللي تبيه بهذا الشكل، هذا الديزاين، هذا الديزاين، جلد، قماش، ليذر، اللي تبيه. عندك كتالوج فيه أشكال الدنيا، تصلح لك اللي تبيه. هذا الشكل شوف نازل من جهة ومرتفع من جهة، حق من المهم 2800. طبعا احنا قلنا انه اذا بتشتري شيء 2800 يعني لازم تكاسرهم يعني هذه 1600. بس لو تبي تشتري وخاصه اذا اشتريت اكثر من شيء لا لازم تحشرهم. والله عين يعني الشغله مو سهله بس عاد تسوي. واذا معكم مترجم وسيط يعني خذوا الناس اللي خذ الناس اللي ذكروهم لكم اصحابكم. لا تجرب انت لانه دائما يصير في حركات مش ولا بد منهم. هذا المحل يبيع اشياء زي كذا تحفي نثريات تحفي. كذا 3600 كثير صراحة في بعضهم كثير. هاي
Is it fresh? هذا يبيع فواكه هنا، وهذه تبيع بطاطا حلوة، وهذه تبيع كلش يعني. من واحد يوصل بالثاني صفر. يلا شد حيلك، بس هذا كويس عندهم الأسعار عارضينها. طبعا الأسعار هذه لما تجي أنت تتفاوض معهم، لا مو على كيفهم، نزل أسعار راح تنزل أسعار معك. هذا يعني خاص بالطاولات وشكله غرف النوم، وخلنا في بزنس آخر، تخصص آخر. شوف هذه مختلفة، الطاولة هذه مية وثمانين، مختلفة صراحة. السرة هذه احنا 1400 سرير، بس سرير طبعا 1400 يعني مو شيء. هذا سعره 1400 ريمبي، يعني حدود 600 ريال بس السرير. الماتيريال غالي عندهم. شوف هذه الجلسة، الجلسة هذه 5000 ريمبي جلد يعني. نروح نشوف جوا، نشوف شوف هذا بعد جلد 2000-3000 تقريبا ريمبي، حدود 1400 ريال. عندهم ايضا سرة نفس الشيء، وهذه نفس الشيء 3000. بس اقولكم انا اذا جيت تسرون لا في كلام ثاني. سرة حبات هذه ممكن انها تتغير، يعني اتوقع تغير تركب، هذه تركب كذا زي ما ركبوها في هذا، وهم يركبونها بالشكل هذا مع السرة الاخرى، طريقتهم في التركيب. شوف الجنسيات اللي اقول لكم انها تجي المكان خلاص، ترى هذول ترى السوق زين، لأنهم ما يجون هلهم تصوصين عارفين من جايين.